هنعمل قالب بطاطس بالجبنه. احنا عندنا ايه؟ بطاطس مسلوقه ومهروسه، جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، شويه كمون، شويه ثوم، وبيض، حبه نضيف فلفل، حبه مش حبه بلاش، فقط لا غير. ده قالب جبنه كده ان شاء الله يقعد معاكي فتره حلوه في الثلاجه 4 5 ايام ما يحصلهاش حاجه. واجيب البطاطس المسلوقه والمهروسه عشان يبقى شكله حتى حلو كده، وايه افكها من بعضها. هديها معلقه كبيره من الثوم المفروم. لو انا هعمل نص كيلو من البطاطس المسلوقه او كيلو يبقى هحط عليه ايه؟ لو كيلو قولي ممكن ناخد كوبايه الا ربع من الجبنه الرومي من ايه المبشوره، وكوبايه من الجبنه الموتزاريلا، كله على بعضه. انا عايزاها قالب واحد كده، وشويه كمون، مش هكتر ملح عشان انا عندي جبنه رومي، والبيض. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 بيضات على النص كيلو، 3 بيضات، ممكن سنه فلفل اسود علشان البيض بس. نخلط حلو قوي عشان التوم ينتشر في كل الايه كميه البطاطس الموجوده. نجيب بقى شويه زيت، ندهن القلب كويس بالزيت. امرك كده البقسماط، طبق اخد طبقه حلوه منها كده، انزل وادخلها الفرن بقى ايه عشان البيض اللي جوه ده يستوي.